منحت القمة العالمية لمجتمع المعلومات اليوم جائزتها السنوية في مجال التعليم الإلكتروني إلى أستاذ علم اللغة الحاسوبي بجامعة الكويت الدكتور صلاح الناجم. وتسلم الناجم وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز Information Edge لاستشارات تقنية المعلومات الجائزة من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات التابعة للأمم المتحدة هولنجاو في إطار أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. إنجاز علمي في مجال التدريس الإلكتروني للكويت استحق صاحبه الدكتور صلاح الناجم أستاذ العلم الحاسوبي في جامعة الكويت جائزة الاتحاد الدولي للاتصالات. هذا التطور هو عبارة عن نظام يسمح للطلاب الجامعيين بمتابعة دروسهم ومحاضراتهم عبر قاعات افتراضية تنقل إليهم وقائع المحاضرة بالصوت والصورة والنص أيضا، ومن دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات. منتدى المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات احتفل في جنيف بتسليم الجوائز لأفضل الإبداعات، فكانت للكويت والدكتور الناجم الجائزة الذهبية. أهدي هذا الإنجاز إلى أميرنا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى شعب الكويتي، وأيضا أنا أحب أؤكد أن هذا الإنجاز هو إنجاز لكل الكويت. هذا إنجاز يدل على أهمية دور دولة الكويت وأهمية دورها الريادي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما يتوافق مع مخرجات قمة جنيف اللي تؤكد على ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق التنمية المستفادة وأيضا تحقيق التقدم في مجالات متعددة منها التعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية وغيرها. الاتحاد الدولي للاتصالات أثنى على الإنجازات التي قدمت هذا العام وطالب المبدعين العمل من أجل تطوير أعمالهم لتقديم الأفضل خلال العام المقبل. هذا المشروع وهذه الجائزة مهمان جدا بالنسبة لنا، وهو يحفز المجموعات على التواصل عبر الاتحاد الدولي للاتصالات. لدينا هذا العام مجموعة من الابتكارات الخلاقة، ونأمل أن نرى الكثير من الاختراعات المفيدة في مجال الاتصالات في العام المقبل. وشرح مفصل من الدكتور الناجم حول كيفية الاستفادة من هذا الإنجاز العلمي. الطلبة يدخلون على النظام هذا، يقدرون يأخذون محاضرات ويتفاعلون معي في المحاضرات أونلاين بالصوت وبالصورة، أيضا يقدرون أن يتابعون درجاتهم، يتابعون امتحاناتهم، يقدمون امتحانات أونلاين للتقييم الذاتي. أيضا إحنا نستخدم مع الطلع في نفس النظام هذا أو في الفصل الدراسي الافتراضي هذا، أستخدم أنا مع طلبتي شيء اسمه المذكرات التفاعلية اللي هي عبارة عن مذكرات وسبورات تفاعلية، أنا أي شيء أكتبه فيه على الشاشة يطلع عند الطلبة مباشرة. لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات اعتبرت هذا الإنجاز الأفضل عالميا في مجال التعليم الإلكتروني، وهو إنجاز بدأ طلاب جامعة الكويت بالاستفادة منه عمليا. تطور علمي هام يسهل للطلاب متابعة المحاضرات والدروس في القاعات أو عن بعد دون الحاجة للتدوين والملاحظات. إنجاز استحق عليه الدكتور صلاح الناجم جائزة الاتحاد الدولي للاتصالات. من قصر المؤتمرات الدولي في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون دولة الكويت.